جامعة النهرين تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية والذي أقيم بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي. رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز الشاوي يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني لوضع استراتيجية تعاون بين الجانبين. علوم النهرين تقيم مهرجانها الأول تحت شعار الكيمياء الخضراء كيمياء المستقبل صديقة للبيئة. كلية اقتصاديات الأعمال تنظم مسابقة الدراجات الهوائية ضمن فعاليات المهرجان الثاني في الاستدامة البيئية. كلية التقنيات الأحيائية في جامعة النهرين تنظم احتفالية ترتيد القسم الطبي لطلبة المرحلة الرابعة. مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب ينظم ندوة عن الهندسة العدلية، التحقيق في الفشل والإجراءات القانونية. قسم النشاطات الطلابية يختتم بطولة كرة القدم للجامعة. كلية العلوم في جامعة النهرين تقيم مهرجان ربيع ولادة الأقمار الشعبانية بالتعاون مع العتبات المقدسة في العراق. كلية العلوم السياسية تقيم ورشة علمية عن حماية المعلومات الشخصية في الفضاء السيبراني. كلية الهندسة تقيم احتفالية عيد المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي. قسم الإعلام والاتصال الحكومي.